مرحبا. طقس ربيع مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة معتدلة والرطوبة مرتفعة، البحر متوسط الموج وحرارة 127 درجة. اليوم طقسنا غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة واختيطها على الجبال، وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 22، على المرتفعات 18، بالبقاع 13 والأرز 11، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 26 برحبة، 30 زغرين وزغرتة 25، بشري 21 والعقورة 24، ومننتقل إلى كفر دبيان 21، عين سعادة 26، رياض الصلح 28، رميلة 29، أما دير الزهراني ف 25. الرطوبة بتتراوح بين 45 و80%، حرارة سطح الماء 27 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، رياحها بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ 22 28 الاثنين، 3 23 28، والأربعاء 25 30. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، حيث عم بتسجل عمان 32، دمشق 35، و28 بالقدس، الرباط 31، والجزائر 26، أما تونس ف 30. ومننتقل إلى باريس 24، برلين 24، وروما 31. وهذا كان كل شيء. باي.